في 16 ديسمبر 56 بوسوف عطى نقطة الانطلاق نتاع العملية. تلاقاو كاع في هذا الم... في هذا ال... في هذا المكان وبداو على المباشر، ما فيش تسجيل ولا المباشر، كل واحد بدا بالنية. بداو بوسوف كان اقترى عليهم يبداو بآية سورة قرآنية، سورة الملك، ثم تكلموا بكل من اللغات. الشيخ رضا وعبد المجيد مزيان ويغورطا تكلموا يعني على تاريخ الجزائر. اولا حبوا يفهموا علاش اندلاع الثوره، يعني بعد ما تكلموا على التاريخ القديم تكلموا عليه، يعني قاموا بكل تكلموا على كل المحاولات نتاع المقاومه اللي وقعت منذ دخول الاستعمار في الجزائر، ثم تكلموا على بعد ما توقف العمل العسكري على العمل السياسي ابتداء من النجم الافريقيا والبي بي وغيرها من، ثم اول نوفمبر 54 فهموا على قال باب مسدود، ما بقى لنا الحل الوحيد هو اما جزر 8 ماي 45، يعني درس طويل يعني في اللغات الثلاثة اللي دام لمدة ساعتين.